درس اليوم راح نحكي شوي عن رمضان، يعني نص بيتكلم عن رمضان، ممكن نتعلم فيه كلمات جديدة. لو رمضان 2022، يعني رمضان 2022، دور جوسكو 2022، يعني يستمر. دور جوسكو يعني يستمر حتى 2 مايو، يعني مايو 2022 2022. ست بيريود دو جون، يعني هذه الفترة الزمنية للصيام. ست بيريود، بيريود هي الفترة الزمنية أيا كانت، طبعا مؤنث مثل ما بتلاحظوا. ست بيريود دو جون، جون هو الصيام. دو اتر اكومبانيي، دو اتر يعني يجب أن، دو يجب اتر أن تكون، اكومبانيي يعني مصاحبة، دو بريكوسيون يعني استعدادات، afin d'éviter، من أجل تجاوز أو تفادي، يعني من أجل عدم حصول، notamment خاصة l'hypoglycémie يعني نقص السكر، et les malaises والدوار يعني أو انخفاض أو بيقولوا هبوط الضغط، يعني الغياب عن الوعي أحيانا بيصير. hypoglycémie هو هبوط السكر في الدم، و les malaises هو الدوار. Que manger et que boire؟ يعني ماذا نأكل وماذا نشرب؟ Que boire؟ ما نأكل. Que manger؟ ما نأكل. Que boire؟ ماذا نشرب؟ Le matin، le matin أي في الصباح. Le soir أي في المساء. Qui doit l'éviter؟ من يجب أن يتفاداه؟ يعني المقصود هو رمضان، يعني مين يجب ألا يصوم في رمضان؟ Conseil santé pour rester en forme. Conseil هي نصائح. Santé هي الصحة. Pour rester من أجل البقاء. En forme. En forme يعني بصحة جيدة. منقول je suis en forme يعني أنا بصحة جيدة. Durant cette période. خلال هذه الفترة. Durant cette période. Le Ramadan 2022 a débuté، يعني رمضان 2022 a débuté samedi 2 avril، بدأ يوم السبت 2 avril، et dure jusqu'au 2 mai، ويستمر حتى 2 mai. Ce jeûne est un des 5 piliers de l'islam، يعني ce jeûne يعني هذا الصيام هو أحد، un des، أحد 5 piliers، الخمس أركان أو الخمس أعمدة de l'islam، للدين الإسلامي. C'est une période qui peut s'avérer difficile. يعني هذه الفترة الزمنية قد تبدو أو قد تعطي صعوبة. Pour le corps، من أجل الجسم، et l'esprit والنفس. Il est d'ailleurs à éviter pour les personnes malades. Il est d'ailleurs يعني وعلاوة على ذلك à éviter يعني يجب تفاديها. Pour les personnes malades، للناس المرضى. Personnes هم الأشخاص، malades هم المرضى. Les femmes enceintes يعني النساء الحوامل، ou pendant la période des règles، أو عند فترة الدورة الشهرية. La période des règles، les règles هي منقول الدورة الشهرية، وممكن تكون بمعنى القوانين. les règles يعني المبادئ أو القوانين، بس هون période des règles دائما مقصود فيها الدورة الشهرية. Pendant la période de Ramadan، يعني خلال فترة رمضان، les musulmans s'abstiennent، يعني المسلمون يتفادون أو يمتنعون، s'abstiennent de manger، من الأكل، de boire، من الشرب، et d'avoir des relations sexuelles، والعلاقات الجنسية، de lever de soleil، منذ الشروق، lever de soleil هو الشروق، à la tombée de la nuit، حتى هبوط الليل. tombée يعني هبوط أو سقوط. la nuit هو الليل. quel conseil pour bien le supporter، ما هي النصائح من أجل supporter يعني تحمل، et ne pas mettre sa santé en péril، وعدم وضع صحته
اون بيريل. بيريل هو يعني مثل اذا شيء انتهى او شيء خطير او يعني انه في نصائح لازم الانسان يسويها مشان الصحه تبعه ما تكون بتدهور. كومو ايفيتي ليبوغليسيمي، كيف نتفادى هبوط السكر في الدم؟ كل اليمون بريفيليجي او بريفيليجي لا روبتور دو جون، يعني ما هو العنصر الغذائي البريفيليجي، يعني هو المفضل او التفضيل لا روبتور دو جون. روبتور دو جون هو يعني الافطار، يعني قطع، هو هون حرفيا قطع الصيام، ولكن المقصود فيه هو الافطار. بور بينيفيسيي دي نوتريمون توت لون دو لا جورني، من اجل الاستفاده من كل العناصر الغذائيه نوتريمون توت لون دو لا جورني، خلال طول النهار. كبوار pour éviter la déshydratation، ما يجب أن نشرب لكي نتفادى déshydratation، يعني التجفاف. يعني هي بعض الكلمات والعبارات اللي بتمنى تستفيدوا منها.